بسم الله. دلوقتي لو انا عايز اعمل اي غرفة اي شكل مغلق عندي بيعتبر روم، اقول له انا عايز ارسم غرفة بالشكل دوت، ارسم واحدة كمان، اجي من ارتكشر اقول له انا عايز روم، هلاقي اوتوماتيك ان هو اعتبر المكان ده روم وده روم تانية وده روم تالتة. تمام، هو اداهم الوان زي بعض لان هم واخدين نفس الاسم. ممكن انا اجي اعلم على الروم ديت واديها مثلا روم واحد، والنمبر بتاعها اديها الرقم اللي انا عايزه. هنا ممكن اغير اسمها لاي اسم انا عايزه، روم اتنين مثلا. ممكن ده التاج بتاعي اروح مغيره، اقول له خليه اكتب لي اريا معاها بالشكل دوت، بقى كتب لي الروم والرقم والاريا بتاعتي. ممكن اكون انا عايز اقسم الغرفة روم اتنين دي مثلا، الجزء دوت لوحده والجزء ده لوحده، فاستخدم روم سيبريتور من هنا، اقول له اقسم الغرفة بالشكل دوت، فبقت دي غرفة لوحديها ودي غرفة لوحديها. اقول له انا عايز روم هنا وده اي اسم انا عايزه. ممكن يكون انا مثلا عايز اكتب ان في هنا روم، يعني يكون في باب مثلا انا عايز اعمل الحته دي روم، تمام، او اي حته انا عايز اعملها روم. ممكن اجي على روم سيبريتور واقول له اعمل لي دي روم، هو هيكمل مع الحيطه فدي دي تبقى دي روم. طيب لو انا عايز اعمل حاجه غير كده، عايز اخلي الغرفتين يخشوا على بعض، يعني انا عايز ممكن يكون انا عندي مثلا خمس ست غرف، وانا عايز اعتبر ان الحوائط اللي بينهم دي مش حوائط حقيقيه، وان هو اعتبرهم كلهم غرفه واحده. يعني مثلا يكون عندي حمام ومتقسم كده شاور، فانا عايز كله يتكتب عليه شاور واحد. هعلم على الحيطه اللي هي بتفصل بين الغرف واقول له الحيطه دي عندي حاجه اسمها روم باوندري، تمام، اشيل العلامه من ديت. فهو بيقول لي انت كده خلي بالك، انت كده الغرفتين دول هيبقوا غرفه واحده. اقول له الغيهم، اوكي، بدي الاثنين دول غرفه واحده. يعني انت لو جيت هنا خلاص هم كلهم خدوا نفس اللون وخدوا نفس الاسم، دي كلها بقت غرفه واحده. لو خرجت بره هيديني اسم غلط، تمام. وممكن ارسم سيكشن هنا واجي هنا ادوس رايت كليك واقول له جو تو فيو، تمام. عايز العلامات دي تظهر معايا، علامة الروم ادوس في في، اروح للروم هلاقيها متعلم عليها صح. امال اللي مش ظاهرة ادوس علامة زائد ونعلم هنا وهنا انتريور فيل وريفرنس، اوكي، هلاقي بدأت تظهر معايا، تمام. ممكن انا اعلم على اي روم انا عايزها، تمام، واتحكم في ان هي تبقى من فين لفين. يعني ممكن اقول له انا عايز الروم لحد هنا لحد السيلينج عشان يديني الفوليوم القيمة اللي قبل السنين، تمام. ممكن اروح معليها لحد هنا زي ما انا عايز، انا اقدر اتحكم فيها هي هتبدأ منين لفين. وطبعا لو انا عايز اعمل سكادول بمعلومات عن الروم، هاجي هنا اقول له اعمل سكادول روم، تمام، working drawing room schedule، اوكي. ايه الحاجة اللي انا ممكن احتاجها من الروم؟ اكد ان انا محتاج الاريا، محتاج الليفل، محتاج النيم، محتاج النمبر، محتاج الفوليوم، تمام. طب انا عايزه يجمع لي القيم الاريا والفوليوم، اروح رايح لفورمات الاريا ديت اقول له calculate total والفوليوم calculate total، بحيث لو في كذا غرفة بنفس الاسم هو يبدأ يجمعهم مع بعض، تمام. السورتنج اند جروبنج هروح قايل له انا عايزك تجمعهم لي حسب النيم، تمام، واشيل العلامه من اتمايز. اتمايز ديت بتخلي كل غرفه لوحديها كده، انا قلت له اجمعهم لي حسب النيم، يعني لو في كذا غرفه نفس الاسم خلاص حط لي غرفه واحده، تمام. هتلاقي مفيش غرفه متكرره. طب يعني انا لو جيت على روم واحد ديت قلت له خليها روم بس، ايه اللي هيحصل؟ جمع لي الاتنين روم دي مع بعض،
الفوليوم، خلي بالك من الفوليوم، انا ضغطت 131 وانا 106، يعني لو جيت على الروم خليتها روم بس، اللي هيحصل بدأ يجمع لي الفوليوم وبدأ يجمع لي الاريا. تمام، ممكن اجي هنا اقول له انا عايز الاريا دي تنزل تحت شويه، والليفل برضه خليها تنزل تحت شويه، بس يبدأ بالنيم نمبر ليفل اريا فوليوم بالشكل ده.